السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير ودوزتوا العيد بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نتقاسم معكم المروزية المغربية الأصيلة بالطريقة ديال الحاجة نعيمة، الطباخة ديال تريتو الرحال. كتجي محمرة وكتجي معلكة بنينة بزاف، ما تشبعوش منها بالطريقة ديال زمان. إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها بالصحة والراحة، وما نطولش عليكم دوزوا الوصفة مباشرة. بسم الله على بركة الله. المهم أنا عندي هنايا كمية من اللحم. بالنسبة للمروزية كيف ما معروف يعني من جدودنا كدار بالعنقرة. العنقرة كنحيدو منها دوك الحيمات اللي كنديروهم قطمان، وكيبقاو لينا دوك العدومه هما اللي كنديرو بهم المروزيه. المهم انا كيمشو معايا هنا راه عندي هذاك اللي حطيت عليه يدي، هذاك راه بكري، وعندي شويه من العنقرة وشويه من الملج. المهم مخلط عندي هذا اللحم هذا. بالنسبه للتوابل عندي هذا الكاس هذا ديال العنبه اللي درت فيه واحد المكعب ديال الضامه ديال الزعفران. صراحه ما توفرش عندي الزعفران الشعره، الا كان عندكم يكون احسن. صافي ضفت عليه الماء. عندي 8 دروس ديال الثومه محكوكين، عندي الملحه، وهنا عندي 4 معالق ديال القرفه بلديه، غير 4 معالق حيت غنحتاجوها من بعد ثاني غنزيدو. عندي 4 معالق ديال البزار، ما تقويوش من البزار، ملعقه صغيره ديال السكينجبير، وعندي ملعقه كبيره ديال الخرقوم البلدي، وملعقه كبيره ديال المروزيه او راس الحانوت حتى هي تكون من الاحسن مدقوقه على اليد. عندي في هذه الزلافه هذه غادي ندير داك الكاس ديال الماء اللي درت فيه داك المكعب ديال الضويمه ديال الزعفران. بالنسبه للملحه غندير غير شي شويه، ما ديروش الملح بزاف لان هذا الطبق هذا راه حلو بامتياز، من الاحسن ما تقويوش الملحه. شوفوا راه درت غير 4 معلقه صغيره، صافي هذا هو القياس اللي درت، ما بقيتش زدت كاع من بعد. وهنا غندير الثومه محكوكه. وبالنسبه للبصله الا لاحظتوا راني ما درتهاش، ومن الاحسن ما ديروهاش وما كدارش اصلا في المروزيه. جدودنا ما كانوش كيديروها، المروزيه ديال زمان كدار غير بالثومه فقط، ما كانوش كيديروا البصله. والبصله الصراحه الا درناها للمروزيه راه كتضيع لينا المذاق ديال المروزيه. نحتفظوا بالوصفه كما كانوا كيديروها جدودنا. كاينين شي حوايج كيبغيو التجديد، ولكن بحال هذا الطبق هذا مغربي اصيل قديم موروث من الاجداد ديالنا، من الاحسن نخليوه كيف ما هو. المهم خلطت هذيك التتبيله ديك دوك التوابل. هنا عبرت معكم اللحم كما شفتوا معايا تقريبا عندي المهم كيلو وافي ديال اللحم. صافي غادي نشرمل هاد الحيمات هادو. اصلا هاد المروزيه راه كتجي مدغمره حيت كاينين بعد كنشوف بعد اليوتيوب بعد البنات عندهم قنوات كيديروا البصله في المروزيه، كيقول لك حكا على حساب الدغميره. اصلا هي كتجي مدغمره يعني بلا ما نضيفوا ليها البصله، راه كتجي خاصكم غير تعرفوا كيفاش طيبوها. راه اصلا كتجي مدغمره وكتجي كتجي معلكه يعني ما نحتاجوش نضيفوا ليها البصله. صافي هنا من بعد ما شرملت اللحم مزيان غطيته بالبلاستيك الغذائي، وغادي نخليه ليله كامله ليله كامله. وفي هذه الليله كامله مره مره المهم قبل ما ننعس ضروري كنحيد ليه البلاستيك وكنقلب اللحم. الجهه التحتانيه كنديرها الفوق، والجهه الفوقانيه كنردها لتحت هكا. ممكن ندير شي هذه العمليه شي جوج المرات هكا ولا ثلاثه فقط. صافي ونخلي حتى تصبح. هنا بالنسبه لباقي المكونات كما شفتوا معايا عندي نص كاس او قل من نص كاس ديال زيت الزيتون، عندي السمن، عندي المسكه الحره، عندي اللوز، عندي القرفه، عندي واحد شويه ديال الشحمه ديال الكلوه، وعندي العنب المجفف او الزبيب، وعندي العسل. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو في تحضير باقي هاد الوصفه هذه. هنا عندي في الطنجره هنا ملي دازت ليله كامله، ودوك الحيمات مرقدين او مشرملين في هذيك الشرموله. هنا في الصباح خديت الطنجره درت واحد ملعقه صغيره ديال السمن، هذا السمن ديال الكسكسو. صافي هنا غادي نستف الحيمات، وهنا كما شفتوا معايا غادي نضيف هنا واحد جوج طريفات ديال الشحمه ديال الكلوه، لان اللحم واخا هكاك راه ماشي ميدم بزاف.
صراحة هو هذاك. إذا كان عندكم اللحم ميدم أكثر من القياس، الزيت راه غادي تحتاجوا تقريبا غير واحد 4 كاس ديال الزيت. وهنا خويت ديك الشرموله اللي كان فيها اللحم، وعاودت مازال شلت هذيك الزلافه بالماء. المهم نديروا القياس اللي غادي يطيب فيه اللحم. وهنا غادي نضيف 3 الحبات ديال المسكه الحره. هاد المسكه الحره هذه اختياريه ماشي ضروريه. صافي كنقاد اللحم، انا زدت شويه ديال الماء. صافي هنا درت الماء اللي غادي يطيب فيه هاد اللحم باش ما نبقاش نزيد. واخر حاجه ضفت هنا هي زيت الزيتون. دابا غادي نجهد على العافيه او على الطنجره حتى كتغلى ليا عاد باش غادي نقص العافيه. صافي نغطي عليها ونخليها تطيب على خاطره. المهم هنا ملي غلات راه قلبت اللحم كنقلب فيه. صافي دابا غادي نغطي عليه كما قلت لكم، وغادي نقتل العافيه نار مهيله ونخليه يطيب على خاطره. هنا ملي اللحم صافي راه تقريبا طاب، ما بقاش ليه بزاف، بقى ليه تقريبا غير واحد 20 دقيقة هكا بما زدت ضفت باقي المكونات. شوفوا صافي راه ولا بحال الزبدة. هنا غادي نضيف الزبيب. بالنسبة للزبيب راني رقدته في غسلته مزيان ورقدته في المطيب صراحة. المهم في المطيب رقدته، بعض المرات كيكون شويه ممسخ بحال فيه تراب بحال، المهم باش يتحيد منه داك التراب ودوك الشوائب كاملين. صافي غسلته مزيان، عاودت غسلته بالماء عادي وصفيته وضفته هنايا. تقريبا الزبيب حتى هو راه طيب لحقاش، راه كان مرقد في كما قلت لكم في المطيب. وضفت هنا واحد الملعقه صغيره عامره ديال القرفه بلديه مغربله. ملي كنضيفو الزبيب ضروري نبقاو مره نحركو باش ما تحرقش لينا داك الزبيب ويلصق لتحت. ضروري نديرو هكا شي معلقه هكا ديال العود. وهنا غادي نغطي الطنجره وكنبقاو نحركو. غادي نغطي الطنجره ولكن غادي نخليها منفسه باش داك الماء اللي زايد كله يتبخر، حيت هاد المروزيه هادي خاصها توقف في الزويته ديالها، ما خاصش يبقى فيها الماء نهائيا. ضروري داك الماء كامل خاصو يتبخر. وكما قلت لكم راه مره هكا كنهز الطنجره وكنحركها، يا اما كندير العود نحرك بالعود او نهزها هكا غير من اليدين ديالها هكا ونحركها. شوفوا هنا صافي راه وقفات في الزويته ديالها، راه ما بقاش نهائيا ما بقاش الماء. صافي في هذه المرحله هذه تقريبا ملي درت داك الزبيب خليت الطنجرة 10 ديال الدقائق عاد باش ضفت العسل. بالنسبة للعسل هنايا عندي غادي نضيف 2 ديال المعالق كبار العسل، من الأحسن تخدمو به يكون نوعية جيدة، ولكن ما يكونش هذاك ديال الدواء، العسل ديال الدواء يكون عسل عادي هو اللي تخدمو به، غير هو يكون نوعية جيدة. صافي ملي كنضيف العسل كنخلي الطنجرة فوق النار، نار مهيلة، النار دائما مهيلة مقتولة 10 ديال الدقائق حتى كتعس ليا هاد المروزيه هادي. ماشي راه كتحمر وكتجي معلكه، الماء كما قلت لكم ما كيبقاش نهائيا، الماء كله كيتبخر كتوقف في الزويته ديالها فقط. هذه هي المروزيه الاصيله ديال بكري، وكتصبر لينا حتى مده طويله كاع الا بغينا مثلا نخليوها. المهم انا ما درتش كميه كثيره باش غادي نخليها، ولكن شاركت معكم الطريقه ديال الحاجه نعيمه طباخه ديال تريتو الرحال، الطريقه ديال زمان. صافي وكنقدموها بالصحه والراحه، وهذا هو الشكل النهائي. زينتها باللوز. بالنسبه للوز انايا فسختو، درتو في واحد الكاسروله، درت عليه الماء وخليته حتى طلعت فيه الغليه، من بعد فسختو ونشفته مزيان من الماء وحمرته في الفران. انا ما قليتوش، المهم نتوما ديروا اللي بغيتو، انا غير حمرته في الفران وكيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال المرضية ديالنا ديال اليوم. طبق مغربي اصيل
زماني ان شاء الله تجربوه بالصحه والراحه وتعتمدوه. كما كتشوفوا راه كتجي معلكه واللون ديالها كيجي كيحمق، كتجي محمره ومجمره، كتجي من آلة واروع ما يكون. كما كتشوفوا تبارك الله كتجي غزاله واللحم كيجي طيب زبده. وكنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، كنقول لكم مع فيديو جديد. مع السلامه.